بغيتكم الدرس تبداو من الاول حتى الاخر، لانه مدخل رئيسي بالنسبه لاي واحد جافا سكريبت ويب ديفلوبر بغى يبوست الكارير ديالو ويفهم دي كونسيبت اللي هما مهمين. اليوم غادي نهضروا على، غادي تكون واحد الانترودكشن على السكوب. السكوب ولا ليكسيكال سكوب هو واحد المدخل الرئيسي بالنسبه باش نفهموا الكلوجر، يعني داكشي مترابط. السكوب والكلوجر هما جوج ديال الكونسيبت مهمين بالنسبه لاي جافا سكريبت ويب ديفلوبر خاصو يفهمهم مزيان. اليوم غادي نوضحوا واحد المساله ديال اشنا هو، ما غاديش نهضروا على سكوب بالديتاي، غادي يكون في الدروس الجايه، مي بلس غادي نهضروا على واش هاد اللانجويج اللي حنا كنخدموا به اللي هو جافا سكريبت واش انتربريتد ولا كومبايلد. هذه واحد النقطة مهمة باش نفهموا السكوب ولا واحد الانترودكشن للسكوب. اوكي، اشنا هي بعد انتربريتد او كومبايلد لانجويجز؟ واحد الانتربريتد لانجويج مثلا كتخدم بواحد الانتربريتر اللي هو تول، ولكن كيعطيك ريزالت ات ران تايم. دونك انت كتكتب في الكود ديالك وكيعطيك ريزالت ديك الساعة الا ما كاين فيه شي ايرور. دونك كيمشي توب تو بوتوم، يعني من الفوق حتى لتحت غادي مع الكود ديالك وكيعطيك ريزالت ات ران تايم. في الاخر ديال هذا الانتربريتيشن ما كيعطيكش سيدي واحد الكود، واحد الاكزيكيوتابل، ما كيعطيكش واحد الاكزيكيوتابل، ما كيجينيريش لك شي حاجه، كيعطيك ريزالت اون نيفو ديال الانتربريتر. اشنا هو كومبايلد لانجويج؟ في الكومبايلد لانجويج البروسيس شويه مختلف. دونك كاين انه واحد الكومبليشن ستيبس، او مثلا كنكتبوا الكود ديالنا، غنفترضوا باننا خدامين بالسي اللي كيتعتبر واحد الكومبايلد لانجويج، كنكتبوا الكود ديالنا كنلونسيو الكومبليشن بروسيس، اي كيعطينا واحد الاكزيكيوتابل في الاخر. دونك اشنو طرا هنايا؟ جينيرالينا واحد الاكزيكيوتابل في الاخر، يعني الا ما كانش شي ايرور اون نيفو ديال البروغرام ديالنا كيجينا هاد الاكزيكيوتابل. الا كان شي ايرور ما كيجينيراش هاد الاكزيكيوتابل. دونك الكومبيليشن بروسيس في الاخر ديالها ما كتكملش، دونك يقول لي راه كاين ايرور وكيعطيني الميساج ديرور، كنديبوغ الكود ديالي. دونك لا ديفيرونس ما بين انتربريتد او كومبايلد من هذا التفسير البسيط اللي درت بلا ما ندخلوا في الديتا ديال الكمبيوتر ساينس ولا ديال الكومبايلرز كيفاش كيخدموا، هو داك الاكزيكيوتابل اللي كيجينيرا، هو داك الفيشي اللي كيجينيرا في الاخر، كاين في الكومبايلد لانجويجز وما كاينش في الانتربريتد لانجويجز. مزيان، دونك خدينا واحد التفسير البسيط. دونك انا دابا شوف، الا سولتكم واش جافا سكريبت انتربريتد ولا كومبايلد، من هذا التفسير البسيط اللي قلت لكم غتقولوا لي انتربريتد. انا غادي نصدمكم هنا ونقول لكم كوم كوا جافا سكريبت is not an interpreted language. ماشي interpreted، مي compiled. علاش؟ إلا افترضنا مثلا بالنسبة للجافا، جافا ما كتكون خدامتها بالكود ديالك، كتكتب الكود ديالك حتى هي compiled language. دونك كتكتب الكود ديالك كيجينيري لك واحد البايت كود، وديك البايت كود كيتيكزيكيوت بواحد الفي ام ولا بواحد الفيجوال ماشين. اوكي، نفس الكلام بالنسبة للجافا سكريبت. جافا سكريبت انت ملي كتكون كتكتب في الكود ديالك غادي اون فوا كتسوفغارد الكود ديالك، كيفاش راه ما كيتانتربريتاش؟ اشنو كيطرا؟ كيتشد هذاك الكود وكيت اكزيكيوتا بواحد الفي ام. دونك كدوز واحد الكومبيليشن، الا كان شي بروبليم او نيفو ديال الكود ديالك كيعطيك ايرور. شكون اللي كيعطيك ايرور؟ الكومبايلر. شكون اللي اكزيكيوتا هادشي؟ واحد الفي ام، واحد الفيرتشوال ماشين. فين كاينه هاد الفي ام؟ كاينه في جافا سكريبت انجين. دونك جافا سكريبت انجين في واحد الفي ام اللي كي اكزيكيوتي لينا الكومبايلد كود ديال جافا سكريبت. دونك ماشي انت ولا انا اللي كنكزيكيوتيو. دونك ما كان حيت غتقول لي ما كان انستاليش كومبايلر، كنجي كنكتب الكود ديالي ديريكتومون، كان انستالي لا كومبيلاتور لا والو. دونك هنا فين كيطرا هذا المشكل، والناس كيسحبوا بان جافا سكريبت از انتربريتد. تيقول لك راه بحال قلتي بي اتش بي، كتنستالي واحد بي اتش بي سيرفر وكتبدا خدام. دونك جافا كتقول اوكي راه البروزر مكلف ليا بداك الشيء، راه هو كيانتربريت عليا الكود. لا، كاين واحد الفي ام، واحد الفيرتشوال ماشين اونيفو ديال جافا سكريبت انجين هي اللي كتكلف بالاكزيكيوشن ديال الكود. اوكي، دونك جافا سكريبت كتعتبر كومبايلد لانجويج. غادي نهضروا بعدا على الكومبيليشن بروسيس اون جينيرال. اشنو فيهم الكومبيليشن بروسيس؟ فيهم لكسين، توكنايزيشن، فيهم بارسين، وفيهم كود جينيريشن. اوكي، لكسين والبارسين كاين اللي كيجمعهم في ستيب واحد، وكاين البارسين في ستيب بوحدها، والكود جينيريشن في ستيب بوحدها، وكاين اللي كيقول لك لكسين وتوكنايزيشن كيقول كل وحده ستيب. دونك اللي كيقول لك عندنا 4 ديال ستيب في الكومبيليشن، كاين اللي كيقول لك عندنا 3. مي اون جينيرال حنا غادي ناخذوا الكونسيبت سامبل، غنهضروا على لكسين وتوكنايزيشن جمعوا في ستيب وحده. عندنا بارسين كود، وعندنا جينيريشن ولا الكود جينيريشن اللي كيتجينيري فيه ديك الاكزيكيوتابل في الاخر. اشنو هو لكسين واشنو توكنايزيشن؟ لكسين بحال قلت سينتاكس ديال الكود ديالك، في مثلا ديك الفور، في هذا الفور لوب، الفور كيتعتبر كيورد كيشدو بوحدو، البرانتيزيس كيشدو بحال كيقطع داك السينتاكس ديالك. هاد الاكسر هو اللي كيحدد اللونغاج، كيفاش انت كتحدد كيفاش اللونغاج كيتكتب، وهاد الاكسر كيشد كيديكومبوز الليكسيك ديال الكود ديالك.
اوكي دونك الفور لوب مثلا كيشدك الفور وكيشدك البارنتيز وكيشد كيسيباري بالحاجه بالحاجه وكدوز توكنزيشن باش كيكري توكنز فور ايتش بار اوف ذا سينتاكس دونك لكسرز كي ديكومبوزي سينتاكس ديال الكود ديالنا مزيان او نيفو ديال بارسين شنو كيطرا كيشد كاع هذاك الشيء اللي مثلا ديكومبوزينا او نيفو ديال لكسين وكيكري واحد تري واحد التري اللي كتبو جروبي كل ايدنتيفاير وكل كيورد تعزل في واحد الكاتيجوري سبيسيفيك وهذه اللي عندها علاقه وطيده بالسكوب لان كيف ما كنشرح لكم انا هادشي هادشي راه عنده علاقه بالسكوب يعني ديك البارسين ملي كنجينيريو ديك تري ديال جافا سكريبت كنشدو كل ايدنتيفاير كل كيورد اللي جمعناه من لكسر ولا بداك لكسين او توكنزيشن بروسيس كنشدهم كنكاتيجوريزيهم باش كنكري واحد التري اللي هي كبيره اللي فيها كل ايدنتيفاير سيباري بوحدو اوكي دونك الباسين هادشي اللي فيها كتكون عندنا تري في الاخر ديال هاد ستيب ديال الباسين اوكي جينيريتين ذا كود ولا جينيريتين ذا كود هي هي الفيز الاخرى في الكومبيليشن بروسيس اشنو كيطرا فيها هاد الكود جينيريشن كيجينيري فيها هذاك الاكزيكيوتابل اللي ما كان عندي حتى شي ايرور اون نيفو ديال البروغرام ديالي ولا ما كان عندي حتى شي ايرور اون نيفو ديال الكومبيليشن دونك الا الكود ديالي صحيح كيدوز من لكسن توكنزيشن باسين ذا كود اند كود جينيريشن اوكي عطاني الاكزيكيوتابل في الاخر هاد الفيزز كيطراو او نيفو ديال جافا سكريبت انجين او نيفو ديال جافا سكريبت مي كيكون كيتش كومبيلا احنا اللي كيهمنا هو داك الفيز ديال البارسين لان فيها فين كنشدو الايدنتيفايرز وكنبداو الكلاسي وكل حاجه فين خصها تكون بالنسبه للسكوبس كنقولوا مثلا هاد الايدنتيفاير راه كاين في هاد الكاتيجوري وهاد الايدنتيفاير كاين في هاد الكاتيجوري وهاد الايدنتيفاير كاين في الجلوبال سكوب وهاد الايدنتيفاير كاين في هاد الفانكشن سكوب وكيبقى كيعزل داك الشيء بالكاتيجوري بالكاتيجوري اوكي انا هنا بغيت نبدل لكم المينتال ايمج كيفاش كتشوفوا جافا سكريبت جافا سكريبت بغيتكم تشوفوها في تو ستيبس ولا في تو فيزز كاين الفيز الاولى اللي فيها الكومبيليشن وكاين الفيز الثاني اللي فيها الاكزيكيوشن دونك كنكومبيليو الكود وكنيكزيكيوتيو الكود ان الا بدينا كنشوفوا جافا سكريبت بحال هكا بانها كتكومبيلا عاد كتيكزيكيوتا هذيك المينتال ايمج ديالنا غادي تشونجا وغادي نبداو ناخذ واحد البيزك ايديا على السكوبين وكيفاش دوك الايدنتيفاير كيت كاتيجوريزو اوكي لان ديما الا بقينا كنشوفوا اللانجويج بانها انتربريتد ما عمر غادي يدخل لنا هذا الكونسيبت مزيان وما عمر غيطرى لنا واحد الديكليك او نيفو ديال المايند ديالنا اشنو هو سكوب واشنو هو كلوجر دونك كان هذا واحد الفيديو اللي كيوضح بان جافا سكريبت بانها كومبايلد لانجويج وداك الكرييشن ديال السكوب ولهنا كمدخل السكوب انشرو غير كاين فداك البارسر او نيفو ديال الكومبيليشن بروسيس هو اللي كان كاتيجوريزو فيه اتش ايدنتيفاير وغادي نشوفوا هادشي في الديتاي في لي لسون اللي جايين من بعد. Thanks for watching this video.